طبعا انتوا عارفين طبيعة برنامجنا وهو الترفيه عنكم في المقام الاول، وعادة كل اللي بيشتغلوا في الترفيه بيبقى همهم الاول والاخير هو اسعاد الناس. القصة دي برهنت عنها النهاردة النجمة إليسا. إليسا نزلت الكليب بتاعها من حوالي 4 أو 5 ساعات وشرح لنا معنى أغنية إلى كل اللي بيحبوني. من أول ما أغنية إلى كل اللي بيحبوني نزلت وهي بتتزاع عندنا في أنرجي 92.1 وما كانش معناها باين بالشكل الصحيح إلا النهاردة لما إليسا صرحت عن مرضها اللي الحمد لله تعافت منه طبعا، وهو مرضها بسرطان الثدي. كانت رحلة معاناة كبيرة جدا 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 مرت بيها إليسا، ومع ذلك ما وقفتش ولا يوم علشان تاخد هدنة لنفسها وتعمل راحة علشان خاطر تتعافى أو تتعالج بشكل كامل من المرض، بل بالعكس كانت بتروح الاستوديو، كانت بتسجل، كانت بتعمل لقاءاتها الصحفية، كانت بتعمل لقاءاتها الإذاعية، كانت بتعمل عروضها وكل التزاماتها في الحفلات، وكانت بتصاب بالإغماءات، ويمكن ده احنا شفناه فمرة واتسجل وكل السوشيال ميديا اتكلمت عنه، وطبعا اتكلمت بشكل ما يلقش باللي جوه الفنان. الفنان دايما اهم حاجة ليه انه يسعد الانسان، الفنان دايما اهم حاجة ليه انه جمهوره ينبسط بغض النظر عن اوجاعه الداخلية اللي برهنت عن الموضوع ده بشكل قوي جدا 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 إليسا النهاردة، اللي يعني بندعمها كل 92.1 وانرجي كلها بتدعم الفنانة إليسا في مكافحتها لمرض السرطان. ويمكن الأغنية والرسالة اللي منها يعني هي أكبر رسالة تعافي لكل اللي بيعانوا من هذا المرض اللعين اللي نتمنى ان كل الناس تشفى منه. بس نتمنى ان احنا ناخد النصيحة كمان ان في كتير جدا بيشتغلوا بالترفيه عنكم بغض النظر عن مجالهم ايه، هم من جواهم غير اللي بيطلع لكم خالص، هم من جواهم مليانين اوجاع ولكن عمرهم ما بيبرهنوا عنها.